قناة حياتنا واللايف. هسه راح نبلش التحدي الرابع، وراح نبلش هو زي ما شايفين راح نعمل، راح تعمل مثل هيك زي رهب بدون ما يمسكوا جذريهم الارض. يعني ما نمسك الارض بهاي، يس شهر ثاني راح يلعب معنا بس على الدوريه عشان ما هو حد يوقف هيك. شهر هاي التحدي الخامس، هذا التحدي الخامس، هسه بدنا التحدي الرابع. يلا اول شيء ايش اقول؟ 1 2 يلا لا تعال بسرعه هون. اول شيء مش راح تبدا بعدين. انا اوكي ما نسغل لك شهر ما طبعا من الدربان نوقع. راح اقول شكل 1 2 لازم تنزل اي حاجه اسرع. طبعا يا مشاهدينا انتوا راح تحسوا قديش مين ضل اطول سنه وهيك يعمل. اكتبوا تحت رقم تعالي يلا بسرعة. أسرع أسرع بعدين دور مشت خسرت شنان خسر. اقعد يا شنان بالتالي وخلينا نشوف مجد. هل ساعد دوري 2 3 go صار دوري ماجد ما وقعت هي الفائزة. هلا صار دوري 1 2 3 go. ليش ما حدا نحط رجلينا؟ غشاشة ما تصير غشاشة. وين غشاشة خسرت؟ لا لا ارجع لك حسيتها سهلة بس صعبة لأنه فيش مكان نحط رجلينا. أخيرا وراها فازت. لا أنا ماجد يس. هلا بنساوي أنا وماجد كمان تحدي عشان نعرف مين الفائز.